بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم بدنا نتأخذ إن شاء الله وبنراجع أولويات العمليات الحسابية. أول أولوية نتخلص منها هي أولوية الأقواس. تاني إشي اتفقنا إنه الضرب والقسمة هدول صحبات بيمشوا مع بعض، فولا واحدة أحسن من الثانية، فالتنتين إلهم نفس القيمة. ثلاثة الجمع والطرح، برضو هدول صحبات بيمشوا مع الجمع والطرح، أسفة الطرح، وهدول صحباتي بيمشوا مع بعض، فولا واحدة فيهم أولى من الثانية. طيب بلش ناخذ مسائل عشان نشوف كيف الأولويات العمليات الحسابية. افرض معطيك مثلا 5 + 4 أو 5 - 2 مضروبة ب3. طيب كيف بدي أحل مسألة زي هاي؟ مسألة زي هاي أول إشي لازم أتخلص من الأقواس، فبمسك قلمي بحط خط تحت القوس حسب الأولويات، بخلص العملية القوس وبحط جوابها تحتها بالضبط، لا على اليمين ولا على اليسار، تحتها بالضبط. 5 - 2 بيعطيني 3. الضرب ما اشتغلت فيها بتنزل زي ما هي، الثلاثة ما اشتغلتها بتنزل زي ما هي، الجمع بتنزل زي ما هي، والخمسة بتنزل زي ما هي. صار في عندك عملية جمع وعملية ضرب، مين أقوى؟ اتفقنا أن الأقوى عملية الضرب، فرح أحط خط تحت عملية الضرب وأضرب. 3 ضرب 3 ويساوي 9، زائد بتنزل زي ما هي والخمسة بتنزل زي ما هي، طلع عندك عملية واحدة 5 + 9 ويساوي 14. طب كمان مثال، مثلا طب يلا في عنا 3 عمليات، عملية الضرب وعملية القسمة وعملية الزائد. بمين بدي أبلش؟ بدي أبلش بالعملية الأقوى. اتفقنا العملية الأقوى هي عملية الضرب وعملية القسمة، طب التنتين إلهم نفس القوة يا مس. طب مين أبلش؟ أبلش من جهة اليسار هيك، يعني أبلش في عملية الضرب. أول شيء 3 ضرب 2 = 6، القسمة ما استخدمتها بتنزل، والستة الزائد والواحد. هلأ أنا عملية القسمة والجمع ما استخدم عملية القسمة، 6 + 6 = 1، الزائد بتنزل الواحد بتنزل، إذا 1 + 1 ويساوي 2. طب كمان مثال، يلا عندك عملية طرح وعملية قسمة وعملية ضرب. اتفقنا انه اقوى عمليات هي عملية القسمة وعملية الضرب. طبعا مين ابلش؟ حنبلش فيهم من جهة اليسار الى اليمين، معناته بدي ابلش بعملية القسمة. 3 + 2 بعطيني خليها 3 هاي مثلا عشان سهل عليا العملية. 3 + 3 بيعطيني 1، بننزل 7، بننزل الناقص، بننزل الضرب، بننزل 5. هون مين هلأ العملية؟ عندنا ناقص وعندنا ضرب، رح نضرب، إذن 7 - 5 ويساوي 2. هيك بنكون راجعنا الأولويات العمليات الحسابية. طيب خلينا نعطي كمان أمثلة عشان بكرة إن شاء الله بدي أبلش لك في وحدات القياس الطول والهاش، فبرضه رح نعطي كمان مثال. مثلا لو كنت معطيك مثلا 5 + 2 = 7 - 4، يلا خلي هدول مثلا في قوس. احنا هيك كنا نحلم. اول شيء احل الاقواس، اول شيء 5 + 2 = 10، الزائد بتنزل، 7 بتنزل، الناقص بتنزل، 4 بتنزل. عندك عمليتين لهم نفس القوة، بمين استخدم؟ هستخدم من اليسار الى اليمين، معناته بدي استخدم عملية الجمع. اول شيء 10 + 7 = 17 - 4 = 13. تمام، هيك انا بكون راجعتك في اولويات العمليات الحسابية. ان شاء الله ما نلخبط. عنا عمل الاقواس اول شيء نتخلص منه، ثاني عملية نتخلص منها يا ميسي اقوى عمليات عملية الضرب وعملية القسمة، اخر عمليات اضعف عمليات عملية الجمع وعمليات الطرح، ومنبلش من اليسار الى اليمين اذا تساوت القوى. دمتم سالمين.